نحن الحجاره الحيه الموجودين في هالارض المقدسه، احنا الحجاره الحيه، احنا ما بدنا حجاره صماء، يعني لانه هذا الحجر انت بتقدر تقيمه وتحط بداله تجيب بداله، بس بينما الحجر الحي لما يروح ما بتقدر تجيب بداله، مين بدك تجيبه؟ مين بتقدر تجيبه؟ انت سند الي في الغرب وانا سند الك هون في الشرق. ان انت ما حافظت علي كانسان كحجر حي، اذا معناها انا اهتفيت رحت انطمرت المسيحيه كلها صراحه.